سخر وفتخلى. يا رب صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق. يا رب صل على محمد أصله وسعي مدى تعوى. وسعي مدى تعوى. يا رب صل على محمد افتح من الخير كل مولى. رب صل على محمد وعلى ومن بالنبي تعلم. يا رب صل على محمد وعلى ومن حبيبي عشاب. يا رب صل على محمد ومن بعبد نبي توسل. السلام على أيك زين الأنبياء. السلام على السلام على أيت أتقى الأدبية. السلام على السلام على أيت أسفى الأسفية. السلام على أسفى الآسفين. السلام على أيت أزكى الآزكية.
سالا أمولا وعلى أيك عزتار عزتير يا سلام على أيك ميعاد سما علي أسأل أمولا عليك ميعاد ميعاد سما علي أسأل سلام على أيك أحمد يا حاضر إلي سلام على السلام على أيك طالب السلام على السلام على أيك أحمد يا محمد السلام على السلام على أيك طالب مجد السلام على السلام عليك يا كفن وما قصد السلام عليك يا حسن تفرد السلام عليك يا جل كروب السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام
السلام السلام عليك يا كل المرام الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه لا تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدام القسمة لا فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادة غيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة دارت فيك المحمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد الأوالد بتراث تكريم تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تر حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على حبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يزرعه وهو من فوق علم ما قدر ما قدرته رفعته في شؤوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن يصف اللسان ويحار في تعلق ما الجنان
انتشر منه في عالم البطون والظهور، ما ملأ وجود خلق نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية بالذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين. يا فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغري بها اللسان عما تضمنه الجمال من التصديق بها والإيمان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإيمان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عدد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا نورا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا سوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بأده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. الله صل وسلم وبارك عليه. الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي حبذا يوم اللقام يوم زارني المحبوب لي في السوم قلت علي زعيم القوم عيد لم يخطر على بالي بلغة الوصول والمنى والخاء والمامول يا جميل الوصف يا مخلص الله 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 يا مجمل جمل أمرت قلبي أمر لقياك حين طرفي حياة محياك واجتماع الشر أنا وياك ذاك عندي غاية مالي نبدل بك ومثلك أين أين مثلك يا نحيل العين لا مولانا حسين الزين بن عمر سلطان دون الوالي الله 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 يا مجمل جمل عز في زينات لي مثلك قد لا بعدك ولا قبلك لو بذلت الروح من أجلك أهي يا معلك من حالي الله الله الله
الخير ونجاة الهائم الحائر قوت وقتل ما لا دائر نور وجهه للفلام الله 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 معادن الطاد والبران معادن الإيقان والإتقان ومحل الأمن والإيمان وكبير المنصب العالي سلك بواصلافي عبدك الداعي بيعافي وارحم وكفي من الافا لا تظافر خصمه الخالي باللطف يا ربي وادعوني للحب والقرب وازل الأغلال من قلبي وبجودك جمل أحوالي صل وعلى عتره توصل وعلى الأصحاب من فضل وعلى الأتباع كم تعلي والقدرة اكتشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور أنفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود
ومشارفة لها في هذا السماء الحمد لله صحابة بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عموده وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله فزاك نتمني لا ياتي زماننا الا nasema kule ni kule mbele haiji zama isipokuwa kule inayokuja ile ya mbele ni mbaya kuliko ile ya nyuma iliyopita. Hiyo ni hadithi ya bwana mtume Muhammad. Sasa kule zama zikipita hizi tulizonazo twazilaumu lakini ni nzuri kuliko hizo zinazokuja. Na hivyo ndio hivyo ndio hivyo ndio hivyo paka kiyama. Hapa mawaidha yamekuwa ni haya kumshana mwakani tukija tuamulize ustadhi watu wangapi wameingia katika dini. Na watoto wangapi ambao wameongezeka madrasa kusoma. Wale watu wa kusilimu wajua kuna wengine walisilimu wakifika kwao ikawa fujo. Lakini msiwe na wasiwasi kitabu chao cha serikali kiko pale kwangu. Kula na silimu sitompatia cheti chake cha kusilimu. Kwa hivyo hakuna mabishano wakati wa kuzika. Wakristo wamekuja wanamtaka maiti na Waislamu wanamtaka maiti. Sasa vyeti tunavyo vya serikali vina muhuri ule wa ngao ya serikali. Tukishakumpatia yeye tayari huyo ni wetu kwa kula jambo letu la Kiislamu na yeye linamfaa. Na yote kwa sababu hatuna ile tabia ya infaq ya kutoa. Wajua tukiangalia ile sera bwana mtume Muhammad na sera wale mashaka zetu walotangulia kina Habibu Swale, kina Sharif Saidi, kina huyo alikuwa kija huko kwetu, Said Muhammad, hao watu walikuwa na tabia ya kutoa. Na mpaka sasa wana hiyo tabia, hata hao watoto walioachiwa, hawa tabia yao ni kutoa. Sisi wengine bahati mbaya, lazima tuseme bahati mbaya, hatuna tabia ya kutoa. Hatuna ile tabia ya kumvutia mtu. Siku moja